قبل ما نبداو نتكلموا على الشوربه ولا الحراره، بغيت نذكر بالبطل الحلقه ديال رمضان. عندنا واحد البطل او لا واحد لاستار اللي هو الجهاز الهضمي، ونعرفوا علاش، لان فاش نقولوا الشوربه او الحريره بزاف الناس تيفكروا في المرض حتى تيكونوا في السبيطار، تيقول لك واش انا على نشرب انا الحريره والشوربه ديما كتقلع ليا كدير لي صح. والحريره نهار العيد كيولي داك المثال، شكون دا فيك الحريره نهار العيد كتكون صافي الشبوه في رمضان صافي. الو حنا بغينا نعاود نفكروا غير المستمعين الكرام بان هذاك الجهاز الهضمي اللي هو عباره على مجموعه ديال الاعضاء من الفم حتى للشرج، وهو مسؤول على استقبال الطعام. حنا كنعرفوا ولكن ماشي غير استقبال وتفكيك العناصر المغذيه والامتصاص باش هذاك تتمشي للمجرى الدموي. وهذا الجهاز الهضمي كيتخلص من الفضلات والاجزاء اللي هي غير قابله للهضم. ثم عندنا الفم، عندنا الحلق المرئي، عندنا المعده، الامعاء الدقيقه، الامعاء الغليظه، المستقيم والشرج، وما ننساوش البنكرياء والكبد والمراره. ولكن علاش انا بديت بهذه المقدمه؟ باش نقول وباش نعطي البلاصه للحريره والشوربه. بزاف ديال العلماء وبزاف ديال الابحاث عطاونا واحد الارتباط قوي بين الجهاز الهضمي والدماغ. على سبيل المثال بتتاثر بعض العوامل النفسيه، هي كنتقلقوا كيبدا الواحد تيحس بالحرق في المعده ديالو ولا في الامعاء، وبالافراز الانزيمات الهضميه وغيرها من بعض الوظائف الجهاز هذا الجهاز الهضمي، وحتى في لوتخصون حتى في الطريق الاخر. فاش تيكون الواحد عنده متلازمه المعي متهيج ولا التهاب القولون تلقاه ديما طالع له يعني الحياه في الراس وديما عنده المشاكل. علاش بغيت نبدا هكا؟ باش نقول اجربوا بهذا الجهاز الهضمي واجي نتفقوا باش هذا رمضان نعطيوه يرتاح. وخصوصا حنا شنو بغينا؟ ورحنا تكلمنا في الاهداف الاولى ديال رمضان، حنا بغينا نديروا تجديد جدار الامعاء، لان الا ما درناهاش هذا الشهر غادي يكون صعيب علينا من بعد. واللي عنده لا ديسبيوز انتستينال خص يمشي لا سيمبيوز باش يكون عنده دوله البكتيريا الصديقه تكون دخلت التوازن.